هل اهتدينا بالقرآن العظيم؟ فمن أراد الهداية بالقرآن فليستهدي الهادي سبحانه، وليستفتح الفتاح وليسترزق الرزاق. فمن لم يهده الله فلن يستطيع أن يصل بأي طريقة من الطرق، ولو كثر علمه أو عظم ذكاؤه وإنما القضية توفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فيا أيها الإخوة، لا بد لنا جميعا أن نحرص على الاستهداء بالقرآن. والله إن أعداء الإسلام أرادوا صرفنا غاية الصرف عن كتاب الله، فصار أكثر المسلمين من أبعد ما يكون عن القرآن. أليس من العيب أن يمر بأحدنا يومه وليلته ولم يقض مع القرآن ساعة أو ساعتين؟ وليسأل ربه من واسع فضله، وليستخذ بين يديه وينطرح بين يدي ربه عز وجل، لا يعتمد على ذكائه ولا فطنته ولا معلوماته ولا غير ذلك، وإنما يطلب الهداية من الله. فقد قال الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم. فالهداية إنما تأتي من الله. وقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه. وقال الله: ويهدي إليه من أناب. فالله هو الهادي. خطبة للشيخ الفاضل عادل المشوري حفظه الله كانت بتأريخ 22 من شهر ذي الحجة لعام 45 و400 للهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا هي هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليبشر به وينذر، وليكون هداية للناس. وقد وصف الله عز وجل هذا الكتاب في كثير من المواضع منه أنه هدى، وأن به الهداية التامة. قال الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال الله: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وقال الله أيضا: طاسين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين هدى وبشرى للمؤمنين. وقال الله: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وقال ربنا أيضا: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال الله عز وجل:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذه الآيات وغيرها كثير يكرر الله عز وجل فيها هذا المعنى العظيم الجليل الكبير، أن القرآن هدى في جميع ما يحتاجه الناس في جميع الأبواب وعلى جميع الأصعدة. القرآن هداية لمن أراد الهداية، هداية له في أمر دينه وهداية له في أمر دنياه، هداية له في كيف يتعامل مع ربه عز وجل، وهداية له في كيفية التعامل مع الخلق قريبهم وبعيدهم صديقهم وعدوهم، هداية له في أموره الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والداخلية والخارجية. القرآن هدى من أمراض القلوب ينير للعبد الطريق، وهدى للتعامل مع أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، وهدى ليخرج العبد من الحيرة والشك والاضطراب والقلق وغير ذلك مما يعرض للناس من الأمراض التي فتكت بهم. القرآن هدى ينير للعبد طريقه في أمور العلم وأمور العمل. القرآن هدى ينير للعبد طريقه في كيف يهتدي في تعامله مع نفسه التي بين جنبيه ومع قلبه وكيف يتعامل مع غيره. القرآن يهديك حتى يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: ويهدي إليه من ينيب. فعبد الفعل بإلى الدال على الإيصال أو لتضمنه معنى يوصل، فمن تمسك بالقرآن أوصله القرآن إلى الله سبحانه وتعالى على طريق السلامة والمعافاة من جميع ما يقلق منه أو يخافه ويحذره. فيا أيها الناس، ما أحوجنا والله، بل إننا في ضرورة ماسة إلى أن نهتدي بالقرآن وأن نعيد هذه القضية جذعاً منصوبة بين أعيننا بحيث لا نغفل عنها قطعاً، لأننا في زمان كثرت فيه الطرق المبعدة للناس عن القرآن حتى تشتتت الأفكار وتنوعت المذاهب واختلف المسلمون فرقا وجماعات شتى، وكل يدعي أنه على طريق الهداية، وما الهداية إلا في طريق القرآن. فمن أراد الهداية بغيره أضله الله، ومن لم يكفه القرآن في هدايته فلا كفاه الله. قال الله: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ما كفاهم القرآن إذ يطلبون الآيات؟ أليس في آيات القرآن ما يكفيهم للهدى لو أرادوه ولمعرفة طريق الصواب لو أرادوا سلوكه؟ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالقرآن هدى، ولكن يا ترى كيف يهتدي العبد بالقرآن؟ وهل كل من ادعى أنه يسير بهدى القرآن فهو صادق في دعواه؟ كيف نعرف من المهتدي بالقرآن ومن الذي يدعي ذلك دعوى كاذبة يغالط بها نفسه أولا أو يغالط بها الناس؟ إن القرآن نفسه لم يترك لنا هذه القضية دون بيان، فقد بين الله في كتابه صفات المهتدين بالقرآن وكيف يصل العبد إلى أن يكون من أهل القرآن، أهل الهداية الحقة التي بها يصل إلى ربه سبحانه وتعالى. فذكر الله لنا أولاً أن أهل القرآن الذين يهتدون به يتلونه حق تلاوته. قال الله: الذين آتيناهم الكتاب
يتلونه حق تلاوته، وحق تلاوته هي التلاوة بعلم وتدبر وتفهم لما أنزل الله، وتبصر في هذه الرسائل التي أرسلها الله عز وجل إلينا. فمن كان بعيدا عن تلاوة القرآن وسماع القرآن لا يسمعه ولا يتلوه ولا يطرأ على لسانه ولا قلبه، فكيف يهتدي بالقرآن؟ وكيف يدعي أنه من أهل القرآن إذا كان الواحد منا مشغولا في يومه وليلته بغير القرآن؟ فمن أين تأتيه هداية القرآن إذا كان مشغولا بالأغاني والمزامير أو الزوامل أو الشيلات أو غير ذلك من الأشياء التي صرفت الناس عن القرآن؟ فكيف يصل إلينا النور، نور القرآن؟ لو أن أحدنا مشى وهو ممسك مصباحا في يده ولكنه أطفأه أو جعله إلى الوراء وجعل يمشي إلى الأمام، هل سيستفيد من هذا المصباح الذي بين يديه؟ إنه لن يستفيد، ولو كان هذا المصباح مضيئا. فكذلك أيضا من كان يظن نفسه أنه من أهل القرآن وأنه يهتدي بهدى القرآن وهو بعيد عنه مشغول عن القرآن، فلا يقرأه ربما إلا في رمضان أو بعضهم يوم الجمعة فقط، ثم هو طوال الأسبوع وطوال شهره طوال ليله ونهاره وهو مشغول بغير القرآن، فبالله عليكم هل ستصل أنوار القرآن إلى هذه القلوب التي هي بعيدة عنه؟ إن الله عز وجل قال عن القرآن: وإنه لكتاب عزيز. القرآن عزيز، ومن عزته أن أنواره وهداه لا تصل إلا لمن أقبل عليه وانطرح بين يدي الله طالبا الهدى من الله. أما من أعرض عن كتاب الله ثم ظن أنه من أهل القرآن فقد ادعى دعوى كاذبة هي بعيدة عن الواقع. والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والدعاوي. وهكذا أيضا أخبر الله سبحانه وتعالى أن القرآن هدى لأهل التقوى. في أوائل سورة البقرة قال الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم وصف المتقين ليعرض أحدنا نفسه على صفات أهل التقوى كي يعلم أهو من أهل الاهتداء بالقرآن أم ليس كذلك. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذه خمس أو ست صفات لأهل التقوى الذين هم أهل الهداية بالقرآن. فإذا أراد أحدنا أن يعرف هل هو يسير بسير القرآن ويهتدي بهداه فليعرض نفسه على هذه الصفات: هدى للمتقين، والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. فعلى قدر امتثال أحدنا لأوامر الله وابتعاده عن المعاصي والسيئات تصله أنوار القرآن. ثم من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، فمن الغيب الإيمان بالله، لأن الله بالنسبة لنا غيب لم نره سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، فالإيمان به أعظم صور الإيمان بالغيب. وهكذا الإيمان بالملائكة والإيمان بالجن والإيمان بالرسل السابقين والإيمان بكل ما سيأتي من أحوال الآخرة مما بعد القبر من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وما يحصل في أرض المحشر من الصراط والميزان والصحف وغير ذلك، كل هذا من الغيب الذي يجب الإيمان به. فمن كان من أهل الإيمان بهذه الأمور فهو من أهل الاهتداء بالقرآن. ثم قال: ويقيمون الصلاة. فمن أعظم صفات المتقين المهتدين بالقرآن إقامة الصلاة. فإذا رأيت إنسانا متهاونا بالصلاة فاعلم أنه بعيد عن القرآن، ولو كان يظن نفسه من أهله ولو ادعى أنه يهتدي بهدي القرآن، إذا كان لم يستفد من أعظم الأوامر بعد التوحيد وهو الصلاة فكيف سيكون في غير ذلك؟ ذكر الله الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه كلها
فيها بيان عظمتها وجلالة شأنها، فمن لم يكن من أهل الصلاة فليس من أهل القرآن. ثم تأمل إلى قوله ويقيمون الصلاة، ولم يقل يؤدون الصلاة، لأن المؤدين للصلاة كثير، ولكن العبرة بإقامة الصلاة، أن يأتي بها قائمة كما أراد الله، يأتي بها ظاهرا وباطنا بما يريده الله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها وحضور القلب فيها وأدائها في وقتها مع جماعة المسلمين. كل هذه علامات على أن العبد ممن يهتدي بالقرآن وستصله أنوار القرآن، ومما رزقناهم ينفقون، فهم يؤدون ما أمرهم الله بأدائه من الزكوات والصدقات والنفقات وغير ذلك مما أوجبه الله عز وجل عليهم. فعلى قدر أداء العبد أو إخراجه للمال طيبة به نفسه فيما أمره الله عز وجل به تصله أنوار القرآن. ثم رجع الله عز وجل إلى ذكر الإيمان بالقرآن أيضا، والإيمان بما أنزل من الكتب السابقة، فمن شروط الانتفاع بالقرآن والاهتداء به الإيمان به، يعني أن يكون أحدنا قابلا له قبول تسليم دون اعتراض ولا معارضة، ودون أن تكون هناك إرادات تحول بين العبد وبين اهتدائه بكتاب الله سبحانه وتعالى. فمن أراد الاهتداء بالقرآن فليسلم نفسه للقرآن، إذا فتحت المصحف فسلم نفسك للقرآن كأنك بين يدي طبيب حاذق ماهر تعرض عليه أدواءك وأمراضك ومشكلاتك حتى ترى حلها وترى العلاج لها. أما من قرأ القرآن بدون قلب أو قرأه وفي نيته أنه لن يمتثل إلا ما وافق هواه، فهذا إنما يتعب نفسه عياذا بالله. قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فانظر كيف ذم الله عز وجل من جعل إلهه هو القائد له حتى سماه إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى أيها الإخوة قد يصير إلها يعبد من دون الله، والهوى هو الميل مع مرادات النفوس، كلما اشتهت النفس فعل الإنسان دون أن ينظر أهو مما يحبه الله أم مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. قال الله في هذه الآية: وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، يعني من أين تأتيه الهداية وقد سد على نفسه طرقها وأبوابها. ثم قال الله في آيات سورة البقرة: وبالآخرة هم يوقنون، فلا بد من اليقين التام بكل ما أخبر الله به من أحوال الآخرة لكي تصل أنوار القرآن إلى القلب. والمقصود يا عباد الله أن الاهتداء بالقرآن ليس دعوى يدعيها الإنسان بلسانه، إنما هي حقيقة تستقر في القلب وتصدقها الأعمال، والمهدي من هداه الله. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية، وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المسلمون عباد الله، من شرط الاهتداء بالقرآن أن يكون المسلم حريصًا على اتباع مراضي الرب عز وجل أينما كانت. قال الله فيما تلونا سابقًا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فذكر الله أنه إنما يهدي بالقرآن من اتبع رضوان الله، فيكون العبد حريصًا على تتبع مراضي الرب عز وجل أينما كان الأمر. الذي يرضي الله تجده حريصًا عليه، ومفهوم ذلك أنه بعيد غاية البعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، لا نعجب إذا لم نجد في أنفسنا أثر القرآن وهداية القرآن، إذا كنا قد سددنا على أنفسنا الطريق بابتعادنا عما يرضي الله ووقوعنا فيما يسخط الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من
أعظم الحوائل بين العبد وبين فهم كتاب الله والاهتداء بأنواره. وكذلك أيضا لا بد أن يكون المسلم حريصا على القسط والعدل في أقواله وأفعاله وأحواله وأحكامه وجميع ما يأتي، فإن الظلم من أعظم ما يحول بين القلب وبين الهداية. قال الله في أكثر من موضع من كتابه: والله لا يهدي القوم الظالمين. بل في أكثر من موضع أيضا أكد ذلك فقال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فأهل الظلم والبغي والفجور والطغيان أبعد الناس عن الاهتداء بالقرآن. فلينظر أحدنا في نفسه أين هو من ظلم الناس في أموالهم أو دمائهم أو أعراضهم، ليعرف موقعه من الاهتداء بالقرآن، وإلا فأمور الدعاوى سهلة. وكذلك أيضا البعد عن الإسراف، الإسراف فيما نهى الله عن الإسراف فيه: الإسراف في الطعام، الإسراف في الشراب، الإسراف في الأحكام أيضا على الناس من عدو أو خصم أو غير ذلك، فإن المسرفين لا يهديهم الله. وكذلك الكذب، الكذب في الأقوال، والكذب في الأفعال، والكذب في الأحكام، والكذب فيما يظهره الإنسان للناس. قال الله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فذكر الله في هذه الآية مانعين من موانع الهداية: الإسراف والكذب. فعلى قدر القرب من الإسراف يكون البعد من الهداية، وعلى قدر الوقوع في أوحال الكذب يكون البعد من الهداية. ومفهوم هذا أن من أراد أن يهتدي بالقرآن فليحرص على الاقتصاد في أموره وفيما يأتيه من أحواله، وأيضا على ملازمة الصدق في الأقوال والأعمال والنيات، فإن الصادقين يهديهم الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله في أمورك كلها يصدقك الله فيوصلك إلى ما تريد، والتوفيق من الله. ثم لنعلم ختاما ما قد ذكرناه سابقا أن الأمر يرجع أولا وآخرا إلى هداية الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. فمن أراد الهداية بالقرآن فليستهدي الهادي سبحانه، وليستفتح الفتاح، وليسترزق الرزاق، وليسأل ربه من واسع فضله، وليستخذ بين يديه وينطرح بين يدي ربه عز وجل، لا يعتمد على ذكائه ولا فطنته ولا معلوماته ولا غير ذلك، وإنما يطلب الهداية من الله. فقد قال الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم. فالهداية إنما تأتي من الله. وقال: يهدي به الله من اتبع رضوانه. وقال الله: ويهدي إليه من أناب. فالله هو الهادي، فمن لم يهده الله فلن يستطيع أن يصل بأي طريقة من الطرق، ولو كثر علمه أو عظم ذكاؤه، وإنما القضية توفيق من الله، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فيا أيها الإخوة، لا بد لنا جميعا أن نحرص على الاستهداء بالقرآن. والله إن أعداء الإسلام أرادوا صرفنا غاية الصرف عن كتاب الله، فصار أكثر المسلمين من أبعد ما يكون عن القرآن. أليس من العيب أن يمر بأحدنا يومه وليلته ولم يقض مع القرآن ساعة أو ساعتين، فيكون جلوسه مع جواله أكثر من جلوسه مع القرآن، ويكون جلوسه مع أصحابه ألذ إليه من الجلوس مع القرآن. إن هذا والله لمن الخلل الذي قد فسدت به أذواقنا وما نسعد به وتحلو به حياتنا. فالقرآن يعيد لك الضبط، يصحح بوصلتك، ويعيد ضبط فطرتك على الأصل الأصيل الذي هي عليه. إذا أقبلت على القرآن وعشت مع القرآن وأكثرت من تلاوته، رأيت البركة والنور والهدى والسعادة في جميع أمورك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته،
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، واجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، حتى يقتل نفسه بيده. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في أرض فلسطين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي شريدهم وأمن خائفهم واحفظ أعراضهم وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود والنصارى وأعوانهم ظاهرا وباطنا يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمشايخنا في الدين ومن علمنا القرآن العظيم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.